للمزيد معنا من سان بطرسبرغ مراسلتنا أريج محمد. أريج، لخصي لنا أهم الاتفاقات الثنائية التي وقعت بين الجانبين في المجالات التجارية وماذا أيضا عن أهم التفاهمات السياسية والاستراتيجية التي خرج بها الجانبين؟ نعم، تسابيح على ما يبدو الجانبان الروسي والجزائري من خلال هذه الزيارة، زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاصمة الروسية موسكو، وينتقل منها غدا للمشاركة في فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بنسخته لهذا العام. طبعا ترمي العاصمتان من خلال هذه اللقاءات وهذه المباحثات إلى تعميق التعاون الاستراتيجي الذي يربط العاصمتين، تعميقه عن طريق زيادة المبادلات التجارية والاستثمارية فيما بينهما، التركيز على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب العسكري المعتاد بين العاصمتين في السنوات السابقة. ومن هنا طبعا الوفد الذي يمثل الجزائر والذي حضر العاصمة الروسية موسكو إلى جانب الرئيس الجزائري ممثلا بوزارة العدل، وزارة الزراعة، أيضا وزارة الاتصالات، ومن هنا أيضا الاتفاقيات التي تمخضت عن هذه المباحثات في العاصمة الروسية التي شملت الثقافة والاتصالات، التعاون في مجال الطاقة، التعاون أيضا في مجال التعليم والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ما تحدث به الرئيسان ولا سيما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن خلال ما كنت قد ذكرته من تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين العاصمتين، طبعا يجب ان نذكر توجه الجزائر من خلال ما قاله الرئيس الجزائري الى ربما الانضمام الى مجموعه بريكس الاقتصاديه في اقرب وقت ممكن، وذلك ايضا على طريق التعامل مع روسيا بالعملات الوطنيه، المقصود فيها العمله الجزائرية والروسية، وذلك في ظل ما وصفه الرئيس الجزائري من اضطرابات يعيش على وقعها العالم، بما في ذلك هي تطال هذه الاضطرابات أيضا العملات المستخدمة بما فيها الدولار واليورو. أيضا كانت القمة الروسية الإفريقية المرتقبة والتي من المزمع أن تجريها روسيا في أواخر شهر يوليو تموز المقبل أيضا هنا في سان بطرسبرغ عاصمة الشمال الروسي، من بين ما تطرق إليه المسؤولان الرئيسان، حيث وجه الرئيس الروسي دعوة رسمية إلى نظيره الجزائري لحضور هذه القمة. من سان بطرسبرغ مراسلتنا أريج محمد، شكرا جزيلا لك يا أريج.